اخص عليك، اخص. خد يا حبيبي. شكرا يا بابا. خد يا حبيبتي. وانا خد يا حبيبي، خد شقيانين، خد يا ابني. ايه ده يا بابا؟ ده اكلك 3 ايام. 3 ايام يا بابا؟ لو سمحت، العيال دي عماله تعمل دوسه وانا مش عارف اركز. تركز؟ اه، عنك ما ركزت. يا ناجح يا صيدلي، صيدلي. يا بابا، صيدلي يا بابا، انت بتغطي على وشك كده. اه، قولها صيدلي كده. صيد؟ لا، دي بتاعت هندسه. لا معلش، انا هتصرف عشان الكاميرا. صيدلي. فو عليك، باركوا لاختكم يا اولاد. ايه، مبروك يا جيجي. مبروك يا جيجي. جيجي جالها جواب التعيين. هتبقى مدرسه. امرتي الحلوه بقت تعمه. بقى استنى، ده رمى الاساس غلط وبنى. طب قول مدرسة واستنى، جايز يطلع غلط. الأمورتي الحلوة بقت تعب. ايه ده؟ مدرسة ايه يا ابني؟ انت عبيط؟ اختك هتبقى احسن رقاصة فيك يا شارع الهرم. اسكت يا بابا، عملت لهم حتة دين كوكتيل يا بابا، عملت لهم حتة شاكيرة. لا بقى، وعملت لهم حتة دينا. فرحتهم يا بابا، فرحتهم. طب وصافي نار يا بنتي، ده انت سهرانه طول الليل تذاكري فيها. صافي ناس يا بابا اللي بتعمل كده؟ اه. لا اتكسف يا بابا. لا بتنكسف. بتنكسف. بتنكسفي؟ اه. رقاصه؟ طب وكليتك؟ كليتي؟ مالها كليتي؟ ده انا كنت اداب قسم ايقاع، كنت في النظري نص نص، انما في العملي اتحقق املي يا بابا. يا بابا. اخ. قمر، قمر. رقاصة. رقاصة؟ خش خش خش. رقاصة؟ مالها رقاصة؟ معي برضه مربية أجيال، ولا كنت عايز نطلع زيك بياعة في صيدلية؟ يا بياع، يا بياع. بياع يا متدنية؟ إيه؟ يا متدنية؟ يعني أنا قلت لك إيه ورجعت قلتها تاني؟ دي كلمة تقولها في بيتي؟ قدام اختك وهي واقفه، يا ريتها قاعده واقفه. متدنيه؟ معلش يا بابا، معلش، سيبهولي انا. تعالوا كده، تعالى لي بقى يا ده. انت يا ده الصيدلي ايه يا نسال يا معفن؟ اضرب يا ابراهيم، اضرب. اضرب يا ابراهيم، اضرب. في ايه؟ لا تضرب ابراهيم، يكونش مش ابراهيم. ابراهيم ولا مش؟ لا تضرب. انت بتعايرني يا ابراهيم؟ بتعايرني كمني نشال؟ كنت عايز نعمل ايه يا اخي؟ اسرق ولا انهب؟ انا نشال بس على الاقل مش دكتور. انا نشال بس انا اللي بصرف على البيت ده. لا مؤاخذه يا بابا. لا يا حبيبي ولا يهمك. مزيكا. ماله النشال يا دكتور؟ ماله النشال؟ على الاقل انا مقعدكم في عماره، مش احسن من العشه اللي فوق السطوح اللي كان ابوك مقعدنا فيها. لا مؤاخذه يا بابا. لا يا حبيبي ولا يهمك. ثم ان ابوك. استاذن حضرتك، انت بتهزقني انا ولا بتهزقه هو؟ تعال. لا انت ممكن توجه كلام ليا وتلقح عليه. ما انا مش فاهم. تربيه واطيه صحيح. خلاص خلاص يا جماعه، بكره البحث بتاعي لما ينزل هتعرفوا امتى. بحث؟ يا بابا ده بيقول بحث يا بابا. أيوة يا بابا. أيوة. ده بيقول بحث يا بابا. طب ده بكره. بكره يا روح خالتك، هتعمل ايه النهارده في ايجار الاوضه اللي مكسور عليك؟ اسمعني، لا تاخد مني ايجار الاوضه. عشان فاشل. 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 دن دن دن. فاشل. هعمل مزيكا لنفسي. دن دن دن.
فاشل. نن نن نن. يا عم الواد ده فاشل. يا سيد الواد ده فاشل. يا عم الواد ده فاشل. بطل راس يا بابا. بابا سيبك من الواد ده وتعالى ارقص معانا. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. قول لي اعمل ايه؟ جاي تسأل دلوقتي تقول تعمل ايه؟ ما انا ياما نصحتك، ياما صوتي اتنبح وانا برجعك على الطريق اللي انت كنت فيه، ياما حاولت احطك على التراك اللي حطيت اخواتك عليه، ياما جبتك من المكتبه ونزلتك الجنينه عشان تلعب كوره ولا بيلي ولا تشقط واحده معديه. كنت بتسيبني وبترجع للمكتبه تاني، ولا مجلات ال استخسرتها في نفسي واديتها لك انت. كنت بتسيبها وبتروح تقرا لمصطفى محمود. انا هلقاها من صيدله ولا مصطفى محمود النهارده؟ تصوير يا رب. مصطفى محمود، حد يقرا لمصطفى محمود بذمتكم؟ حد يقرا لمصطفى محمود ويسيب مجلات ال ولا الكبيره بقى؟ لا بلاش الكبيره. لا يا بابا والنبي انا عايز اعرف الكبيره. بلاش الكبيره والنبي يا بابا عايز اعرفها. ينفع يا سيدي الواد ده من الناس؟ والنبي ده انا مستنيها يا ولد. والنبي حاضر حاضر. فاكر اما كنت باخدك معايا وانا قاعد مع اصحابي سيد النتن وابراهيم الكلب، وكنت تسيبني وتقوم بحجة انك رايح تذاكر فيزياء، تذاكر فيزياء وتسيب قعدة حلوة زي دي؟ فو عليك. لا ما كده هتيجي فيا. روح كده. خلاص خلاص يا جماعة، انا هريحكم مني خالص. انا عندي خبر حلو. ايه؟ انا هخطب. هياخدوا هياخدوا ولا ده؟ انا هخطب. لا الاولانية كانت احلى. يا طب قولها كده. انا هخطب. يا بابا في ايه؟ قالها زي الاولانيه بالظبط. هتخطب مين بقى يا استاذ؟ هخطب جارتنا نازك. نازك؟ ايه عزيز عزيز مالك في ايه عزيز؟ بيقول لك نازك. يا سيد يا سيد نازك. يا ليه؟ ولادي تعالوا. ايه يا ولاد في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بابا ايه؟ بيقول لك هيخطب نازك. بابا بابا في ايه؟ بابا يبقى كلنا هنروح معاك. لمين؟ بتالوني. ازيك يا ابو الجيش؟ نورت الفرح. ازيك يا بتالوني؟ ازيك صحيح؟ اخرت ليه؟ معلش معلش. اتفضل. اعرفك سوزي الحته بتاعتي. سوزي مين؟ الحته بتاعتي. بقول لك انا قلت بدل ما امشي معاها في الحرام اجي امشي معاها هنا. نورت يا ابو جيجي ونور الناس اللي معاك. نورت حبيبي. والله حبيبي الف مبروك. ربنا يخليك. الف مبروك. نعجيب. ايه ما فيش كده تحيه لابو جيجي؟ حي ابو جيجي. شدلنا الفرح شوية. حاضر شد الفرح. عينيا الاثنين. حاضر. ألف مبروك يا ابني. ألف مبروك يا حبيبي. معلش ألف. أعرفش أنت في حاجات غريبة حواليك كده. ألف مبروك يا بنتي. هي مجبسة. ألف مبروك. إيه دي؟ دي صنم. صنم. انت جايبني بفرح عروسه صنم؟ ايه دي يا حبيبي؟ خلي بالك هي تسكت تسكت وفجاه ايه؟ تسكت برضو. يا سبحان الله. خد يا ابني. ايه ده؟ اقعد جنبها. ابو جيجي. ايه يا حبيبي؟ انا جايبك ليه؟ عيب. شدلنا الفرح شويه. ده انا عينيا الاثنين. اتفضل سمعني. انا هسمعك سوزي. سوزي انا. انت بتغني يا خرابي؟ ايوه كده بتغني. ايوه سمعني. يلا يا سوزي سمعني سمعني. ساعدونا يا جماعه.
حلو يا لابس التوب انا بدي اتوب على ايدك ابو رنس جرى انا قلبي ارتاح على ايدك علشان بحبك عاوزني يا بوس على ايدك. الله اقدم وعلى ورق الفل دلعني اكبر شيء الكل دلعني على ورق الفل دلعني ما اكبر شيء الكل دلعني انا لا حلت ولا في يدي غير الخاتم اللي في يدي انا لا حلت ولا في يدي غير الخاتم اللي في يدي ما قلت لك يلا نبيعه واسهر وياك ودلعني على ورق الفل دلعني ما اكبرش الصل دلعني على ورق الفل دلعني ما اكبرش الصل دلعني. الله الله ده ليلتك جميله يا علا والمصحف ليلتك هتبقى طيب. الف بركه الف بركه. يلا سلام عليكم. عندي طلعه تانيه. روحي خليني جوه يا سوزي. روحي كلي يا ده بابا 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 بابا. ايه بابا؟ ايه يا حبيبي؟ انا جيت. الحمد لله على السلامه. الحمد لله وحشتني جدا. الله يخليك. ايه ايه اخبار الفرح؟ فرح مليان ومعبي وهتنبسط قوي. الفرقه لسه قابضه. ماشي حبيبي. طب بعد اذنك ابو شيشه هدخل الفرقه تاكل. اتفضل. ايه يا بابا؟ ايه يا حبيبي؟ ايه انا هشتغل ماشي بس بقول لك ايه يا بابا انا هشتغل ازاي والواد ابراهيم اللي انت معلقه في رقبتي ده؟ شغله معاك خفيف خفيف كده علمه بس ما تخلوش يعطلك. ماشي يا بابا. ماشي يا حبيبي. حاول شد حيلك. ماشي يا بابا. عزيز عزيز عزيز. ايه يا ده ابراهيم؟ علمني نبقى نشال نشال. ماشي يا ده ابراهيم انا هعلمك النش. ماشي بس تفتح مخك معايا. حاضر حاضر. بص يا ده ابراهيم الف ب نشل النشال لازم تبقى ايده خفيفه. لا اسال اي حد في صدريه وانا بدي حقن تحفه تحفه يعني ايدي خفيفه جدا. لا يا حبيبي الايد الخفيفه في العضل غير الايد الخفيفه على المحفظه اللي فوق العضل. حاضر ماشي 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 خلاص. ماشي بص يا ابراهيم خش على الراجل اللي جاي هناك ده بالخطه 635 بتاعت ايه؟ انشله بس اوعى تبهدله. انشله بس اوعى بهدله. يلا حاضر حاضر. يلا خش خش. السلام عليكم. بلدينا اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انت كويس يا بوز؟ والله العظيم مش ممكن ده يا بقى. طب هما قالوا لك فيه. اصبر بس استنى يا بلا. لا 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 هنا بغي بيتك يا ابراهيم هتودينا في داهيه. اهو استنى بس قربت اوصل لها. هي ايه ده اللي قربت توصل لها يا ابراهيم؟ خلي بالك معاه سلاح معاه سلاح. يا عفريت مخبيها فين يا ابن الذين؟ مش ممكن. دول على نفسك يا رحمن يا رحيم. المحفظه دي انا لقيتها في الارض. ظلمتك يا بوي ده انا بقالي يومين دايخ عليها في الجلابيه. اللي قال لي صحيح هو مش ده عز ابو وائل؟ عز ايه يا عم؟ ده فرح يا عم. فرح ابو وائل الله يرحمه. انت غبي يا عم. فرح ازاي وعزا؟ وازاي تعمل فرح والراجل لسه ميت؟ لا انت غبي بقى اتكل على الله بقى اتكل على الله. انا اكلم ابو وائل اشوفه. تعالى يا ده الله يخرب بيتك. ايه اللي انت عملته ده؟ نجحت. نجحت ايه يا ده ابراهيم؟ هو اللي انت عملته ده نشل ده تحرش. الغلط من عندك. ركز ركز ركز. انا برضو اللي ركز. ركز ركز. ماشي يا ابراهيم بقول لك ايه انا هقول لك على خطه بقى بتجيب من الاخر اخر مره. دي الخطه بص يعني هي دي. ماشي. بعنوان الاغماء بس. سيد الاخلاق. انت بتالف خطط على فكره. لا لا دي دلوقتي حالا. والله دي خطه مضمونه.
بص بتعتمد على فردين. فرد انت شكلك غبي اه شويه، ركز معايا واسرق في الوقت المناسب. اسرق في الوقت المناسب بس ابراهيم ماشي. يلا بينا. اسرق في الوقت المناسب. اسرق في الوقت المناسب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا هيغمى عليا ولا ايه؟ الله الله الله، في يا ابوي. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ مال هيغمى عليا هنا ولا هنا؟ ايه؟ تعالى كده. اه ضغم عليه بجد. في يا ولد؟ قول لي مالك يا ابني مالك؟ انا مغمى عليا، هرد عليك ازاي؟ صحيح. طب اعمل ايه؟ اوديك المستشفى؟ لا استنى شويه، اعمل تنفس صناعي. الله يخرب بيتك، خش يا تخش، هو ده الوقت المناسب. خش. الله يخرب بيتك. طيب اخويا عزيز اغمى عليه. ياض هتلم علينا الناس. ياض خد المحفظه. خد ايه؟ خد المحفظه. مش سامع صوتك، مش واضح. المحفظه. اه قول كده قول كده قول كده. خلاص خلاص الحمد لله. ايه بقيت كويس؟ بقيت كويس جدا، ربنا يخليك يا بلدينا. ده انا كنت يعني هموت، انت اللي انقذتني. الحمد لله. الله يخليك. عزيز افتحها اشوف فيها كم قدامه. طب ما نساله على طول احسن. لو سمحت فيها كم؟ فيها صوره مرتي. دي بتهرب. اتفضل انت يا بلدينا. الله يخليك. بقول لك ايه؟ ايه؟ يلا رقاصه جايه امتى؟ مش جايه النهارده. يا ده اللي انت عملته ده، الله يخرب بيتك. اعمل ايه؟ مش عارف مش عارف. يا كنا هنتقفش. يا بقول لك ايه، انت فاشل وانا هنادي لك ابوك. انا يا بابا يا بابا. لا لا يا بابا. بابا الحق يا حبيبي. في ايه؟ سيد اخوك بيتخانق بره. سيد اخويا؟ لا لا اخوك. سيد اخويا؟ لا لا اخوك. بابا مالك يا بابا؟ في ايه؟ مش عارف، اخوك اصله بيتخانق بره وموترني قوي. لا يا بابا لا 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 يا بابا، والنبي حسن هيغمى عليا. بابا ما يغمس عليك يا بابا. لا استنى استنى. الاغماء سيد الاخلاق. هتفضل طول عمرك فاشل. مش عارف بقى. فاشل. جيجي يا ابو جيجي. ابو جيجي الفرح بيوجع مني. بيوقعش ولا حاجه. والمتعب الفرح بيوجع مني. ما تخافش يا ابني، شد الفرح شويه. حاضر. انا فين النبطشي؟ النبطشي النبطشي فين؟ فكرتني، ده انا جايب لك نبطشي النهارده. اوعى. بعد التحيه صلي، وبعد السلام انا جاي اغني. صلي واروح. النبطشي سرخي. ده النبطشي. بس هو النبطشي. انا مش حاسه نبطشي. لا هو نبطشي يا عم. والله نبطشي. ده بتعمل ايه يا نبطشي؟ مش هتعالى كده. تعالى كده اجيلك. مساء الخير. اتفضل. فين المؤاخذه البني ادم اللي هنعلمه؟ فين؟ اهم حاجه في النبطشي ان هو يقول كل الاغاني بتاعته بصوت واطي، وكل ما تجيب اخر الاغنيه ترجع تجيب اولها تاني. ازاي بقى؟ وارجع تاني واقول لك. وعم حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. ايوه كده. اوعى اوعى تقلع اللي تحت. رهيب الولد رهيب. ايه ده يا ساتر يا رب؟ ايه ده؟ هو ده عم حماده؟ لا دي البطه. ابو شيجي شد لنا الفرح شويه. حاضر يلا. ها ها اهو خلاص اهو. تمام تمام. خلاص اتاكدت؟ خلاص. هديك الحديده. ما في الدين الحديده. هتعرف تسوق الفرح؟ اسوق الفرح ازاي؟ يا عم لا والله هروح. خلاص خلاص هتسوق الفرح. هتسوق الفرح. هتسوق الفرح. عايزك تبقى هادي وطيب كده. ماشي. حاضر. وركز. حاضر. خد الحديده. ايه؟ حاضر حاضر. امسين على ابو ثكلك. قابل يا معلم بتانوني نوني 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 نوني. قابل ضيوفك الحاج محمد البثوث والحاج ابراهيم البثوث اسهر تجار السوس. الحاج محمد البثوث 200 شمعه 200 شمعة. ما شاء الله 200 شمعة للعريس. لا ده في اسبوع بنت اختك الكلام ده اللي انت عامله ده. راجل واقعي قوي. اقعد بقى، ما ايه اللي ادبي عليك. اقعد يا ولدي. اتفضل. اقدم بعد كده ايه؟ اقدم الرقاصة. الرقاصة. والان مع الفنون الاستعراضية والدراما الحركية الفاتنة جيجي. يا بوي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا عيني الراجل اعمى.
انا مش اعمى. امال حضرتك داخل كده ليه؟ بستهبل عشان الناس تسقف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو انا ايه الشرزه ده؟ شرزه انا يا عمي. انت شرز؟ لا انا ابراهيم. ما اعرفكش. مش معقول. قول استاذه بيوم فؤاد حبيبي. الاستاذ سيد زيان الله يشفيه. طب اعمل ايه؟ ما الكاركترات خلصت. يا ميت اهلا وسهلا يا معلم ابو زيزي. اهلا ده بصحة. انا مش مصدق نفسي يا ابو زيزي. يا لهوي انت موجود عندي هنا في البيت. اوطى عيله في المنطقه عندي هنا. تقولش الكلام ده، انت اللي اوطى. والله انتوا اوطى. ده ايه ده؟ ده انا جيجي راقصة المنطقة الأولى. الألمازية كلها هنا. خدوا بالكم من أختكم. يا لهوي يا ابني. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم في ايه؟ دي أختنا. عيب، دي بنتي. يا أهلا وسهلا يا معلم أبو جيجي. أهلا وسهلا. يا ميت أهلا وسهلا يا فندية. أهلا اهلا اهلا. خطوه عزيزه. تشرب ايه يا ابو جيجي؟ بيره. والرجاله تشرب ايه؟ انا اشرب بيره زي بابا. ولد قذر. وانت يا حبيبي؟ انا عايز مانجا بشفاطه وحبيب حته شوكولاته والدنيا حلوه منفطه الكبير عندي الطاطه. انت عايز وانا عايز بيره. ماشي يا معلم، بس ده الواد طلب المنيو كله. عايز مانجا وشفاطه وقلاط. وعايز جومانجي. باقي الحاجات اللي قلتها. عايز جومانجي كمان. خدوا بالكم لاختكم. والهزاز يشرب ايه؟ ليمون. بكحول. بكحول. ده احنا ليلتنا بيضه. خدوا بالكم. يا لهوي ياما. يا بابا. ايه 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 في ايه يا معلم؟ في ايه؟ دي اختنا. عيب، دي بنتي. اعمل ايه بس؟ صادق يا معلم. بس هي بنتي. ماشي يا معلم. ده ايه اللي هناك ده؟ ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ في ايه يا معلم؟ في ايه؟ دي اختنا. عيب، دي بنتي. يا ميت اهلا وسهلا يا معلم. أهلا. ده يعني الصاله بتاعت بيتنا نورت يا معلم. سلام لي. يا معلم احنا نشرب شاي بس سكر زياده عشان نعلي والنبي الدماغ دي الحلوه دي والنبي. احب الدماغ العاليه. ده احنا عنينا يا معلم. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك فعلا وطيانج. بلحه بلحة. تعال هنا. بلحة ابني. أهلا وسهلا. أخو فوز العروسة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني يا ريتني يعني مع بعضينا بقى. طب ده مش يتربط ولا هو مش خطر؟ إحنا كنا رابطين وأموت وأعرف مين اللي فكه. اقعد يا حق. بلحة. عايز أغني. عندنا ضيوف. أختك بتتخطب. عايز أغني. بلحة. عايز اغني. طيب غني حاجه رفيعه. لا هغني حاجه تخينه. ده تقريبا بيرمي علينا افات انا وانت في نفس واحد. اغني. غني يا بلحة. لا انت هتدوزن. خش في قلب الاغنيه. حاجه معلش الصلاة هنا مسكونة مفيش حاجة. الليمونادة كوكا كولا بيبسي. انتوا ما بتغنوش ليه؟ غنوا معايا يا ولاد. ماشي حاضر. قولوا معايا أي حاجة ساعة. أي حاجة ساعة معاك. غنوا. الليمونادة حاجة بس. ماشي. الليمونادة كوكا كولا بيبسي كولا. Ha 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 ha
الله شغال مندوب مبيعات اصلا. الله حلو حلو يا بلحه. اغني تاني بلحه. اغني تاني. ههزقك. اقعد. لا ست ست. ايه ده؟ نو نو في الرمله بره. سليب سليب. اب 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 اب. فوق 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 فوق. هايل هايل. يلا سليب 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 سليب. سبحان الله ولا بني ادم. الحمد لله لسه حته بنجربها جديد. احب بقى اعرفك على عيلتي يا عمي. ده ما تسكت يا ابني بالشرز ده. يا ابني تعرفني على مين؟ على مين؟ عزيز باشا يعني نشالين المنطقة، يعني الإيد الخفيفة، يعني الفلوس كلها. وده يا لهوي المغني القذر سيب بيبسي الحنجرة الحجرية الوحيد اللي بيغني من غير مايك ولا سماعات ولا صوت. دي بقى دي خدوا بالكم لأختكم جيجي حلم كل مراهق يعني هزازتني أجرى. يا لهوي يما أختكم. يا لهوي يا معلم. يا معلم في إيه؟ دي أختنا. عيب زي ما قالوا لك حتى العيال عرفوا. يعني انا ما بكذبش عليك. ماشي يا معلم. شباب ومدامات وعيال انا اعمل كده. امال في ايه بس يا معلم؟ انت حبيبي وبص مفيش اي حاجه بس عايزين بص في حاجه في شقتكم هناك بتحصل. يا معلم يا معلم في ايه؟ في ايه؟ دي اختنا. عيب دي بنتي. ماشي يا ميت اهلا وسهلا يا عم. يعني انا مش عارف اقول لك ايه يا زهرنا يعني مش عارف. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا بيك. شوف يا معلم احنا جايين نطلب ايد بنتك نازج. لمين واحد في اللافنديه بقى الاثنين دول؟ يا ريت للشرز. هو الشرز ده ابنك؟ معلش يا معلم كل عيلة فيها وفيها. أيوة ما علينا يا معلم. أنت يا ابني أنت بتشتغل إيه؟ يعني دكتور صيدلي. لغوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور وصيدلي؟ تاخد على كده كام يا باشمهندس؟ 800 جنيه بس. شغال على بحث يعني؟ نعم شغال على بحث. هو كان شغال على تاكس وبعدين يعني ملوش نصيب فجبت له بحث صغير كده شغال عليه. يعني ورديته حلوه البحث ده ولا مش بطال يعني كده برضه يا معلم؟ ايه الصدمه العضليه اللي انت قلتها لي؟ ده انا فاكر هتجوزها لواحد من الافنديه الاثنين كسيبه تشتغل لبيسه مع ست جيجي تقلعها تلبسها بدل الرأس. خدوا بالكم من اختكم. يا معلم في يا معلم دي اختنا. ماشي خلاص يا معلم بصراحه كده ما تاخذنيش. هسألك سؤال، أنت تقبل تجوز جيجي بنتك لدكتور؟ أنا ما أقبلش أجوز جيجي في المطلق، ده بيتي يتخرب. والله العظيم عندك حق يا معلم. يا عمي يا عمي الكلام أخده وعطى. عطى مات في حادثة بحث. ما تتكلمش يا ابني. من الآخر يا معلم ما تزعلش مني. ما عنديش بنات للجواز. بابا إيه الصوت ده؟ انت؟ لا لا والله ما انا بابا. ما هي دايما تطلع كل المسرحيات خد واحد فينا. مفيش بابا من فضلك انا عايز اجوز ابراهيم.
لمي نفسك يا فوزي. بابا انا لو ما اتجوزتش ابراهيم ممكن اموت نفسي اموت نفسي. مفيش نبا ربنا يهدك تتحرق في نضارتك صحتيه. عايز اغني. يعني انت قايم من النوم عشان تغني يا بلحة؟ ايوه سبونش بوب جالي في المنام وقال لي غني. لا ما دام سبونش بوب جالك في المنام تبقى تغني. غني حاجه رفيعه. لا اغني بقى براحتك. ما انت ما فيش. اتفضل. انا قلبي دليل يلي هتحبي ما بتغنيش. لا انا لسه كنت بقول لهم. لا ما بيغنوش. لسه كنت بقول لهم. ما بيغنوش. لسه كنت بقول لهم دلوقتي. قولوا معاه. حاضر حاضر يا بابا. حاضر نقول. حاضر 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 يا جماعه. لا وانا كل مسرحيه يطلع لي عيل اهبل. هنغني هنغني. احنا نموت كلنا وانت تغني. يلا بينا. يلا يلا. انا قلبي دليلي غنوا معايا. انا قلبي ما بتسحبوش ليه. خلاص اقعد بقى اما نشوف الدنيا. يا الف مرحب. انا اسف يا معلم. معلش على الازعاج. ومعلش ما عنديش بنات للجواز. عشان خاطر يا معلم ما تكسفنيش. يا معلم ما هو مش هينفع. ده بيقول لك دكتور يشتغل مع الكسيبه دول. ما عنديش بنات للجواز بقى يا معلم بقى. ده اول طلب اطلبه منك. معلش. حاضر يا معلم. يا سلام. بص يا ابني في شرط واحد. تسيب من الدكتورة والصيدلة والكلام الفارغ والفشل ده وتنزل مع واحد أو واحدة من إخواتك كسيبة تتعلم منهم وتكسب. ساعتها هديك نازك. ماشي يابا؟ ماشي. وهنراقبك. خلاص يا معلم؟ تمام. يلا بقى بينا عشان القعدة منصوبة جوه. حبيبي يلا بينا. يلا بينا. البيرة. يلا. فضل فضل. مات يلا. فضل فضل فضل. ما تخش يا بابا. العب العب. اتفضل يا دكتور. ما انا قلت لك اشيلك واحنا طالعين على السلم عشان جغرافيه المكان عندنا مش مفهوم. يا عم الحاج خش بقى الواد هيموت. يا عم الدكتور. يا عم الحاج. يا حبيبتي انت يا عم. حبيبتي عندي دخلة. عندي دخلة والله. أيوة. طيب أخلص ده بسطرمة. حاضر. محمد رسول الله. والزبادي بتاع امبارح. والزبادي. خلاص باي باي يا حبيبتي. انت جيت الخير. مساء الفل يا باشا. انت جيت من هنا ازاي؟ ده هنا المدخل الوحيد هنا. بقى الدكتور بقى بتاع عفاريت وجن وارواح وحاجات. في ايه؟ ما تخافش. في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ في حاجة؟ لا. انت جاي منين؟ في حاجة؟ مفيش. تفكير انت لازق فيها كده ليه؟ طيب في ايه؟ طيب قول لي. طيب العربية زحمة. معلش. في ايه؟ مال ايه؟ احكي لي بهدوء بقى ايه اللي حصل بالظبط. انا الواد فتحي اللي مرمي على الكنبه ده صاحبي. الواد قاعد يصوت ويلطم ويقول حاجات غريبه كده ويقول لي روحي راحت مني روحي راحت مني. ما تكدبش من اولها. يقول روحي طلعت مني. انا واقف في الكالوس وسامع. عشان بس دي تفاصيل مهمه جدا. هو قال روحي طلعت مني كم مره؟ معلش. روحي طلع. روحي طلعت مني كم مره؟ معلش. انا مش فاكر حضرتك. لا 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 دي تفاصيل مهمه جدا. لا ما هو قاعد يقول روحي راحت مني روحي طلعت مني. روحي راحت مني. روحي راحت مني مرتين مع تاني الركبه. يا عم ما فيش الكلام ده. طب معلش هو كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟
انت كده حضرتك بتضغط على نفسيتي. انا لو عارف ان انت هتيجي تحقق معايا كنت كتبت لك كل حاجه في الاشنته. اشنته؟ يا حبيبي مش ضغط على نفسيتك ولا حاجه، بس هي المساله ببساطه، انت لما تروح لاي دكتور بتقول انا عندي صداع، عندي انفلونزا، الراجل يحط كل ده في الخلاط ويطلع لك روشته. يا عم الحاج الواد هيموت مننا. حاضر يا حبيبي. ثانيه هو انا هقول لك الواد جات له كده حاله هيج وقعد يقول روحت مني روحت طلعت مني ويتشالب ويجي كده اقول له مالك وما من الاخر كده. ايوه جات له حاجه زي انتوا بتقولوا عليها هيستيميا. حاله ايه؟ حاله هيستيميا. مصطلح علمي رائع، اصل في ناس متخلفه بتقول عليها هيستيريا. لا هي هيستيميا. اوكي يا حبيبي. وراح مرمي على الكنبه. اترمى على الكنبه. طيب معلش احنا هنعوز شويه حاجات من تحت. انا مش هنزل الاجزخانة. لا انت مش هتنزل ما تقلقش. انا مش هنزل الاجزخانة عشان تبقى فاهم من اولها. يا حبيبي انت مش هتنزل، انا معايا هنا عفاريت وارواح. انا مش هنزل الكشك. الكشك ايه؟ ما انت بتقول لي عفاريت وارواح وملبس والكلام ده مش هيمشي معايا. ارواح وملبس ده انت على قديمه قوي. لا ده دينا لا لا ارواح اللي هي الحاجات ديت. لا ما تخافش اعرفك بنفسي، انا الدكتور شاهين بتاع البن. لا الدكتور شاهين بتاع الفسيخ. ما شاهين ده لا بتاع بن لا بتاع فسيخ. يا حبيبي ده التايتل بتاعي. تايتن؟ تايتن عامر. ما تكلمش على زمان انا صراحه. لا البن ولا الفسيخ، انا الدكتور شاهين. وعلى فكره في ميدان في العجوزه اسمه ميدان ميدان شاهين برضو، بس احنا عاوزين نوقف سير الافيهات فقلنا كفايه لغايه كده وبنام. الدكتور شاهين ربنا يجعل في وشك الابون. الابون. بس بقى نخلص بقى عشان الوضع يموت مني. انا اعظم محضر ارواح عرفته البشريه. انت بتعمل كده ليه؟ انا اللي حضرت روح هتلر في الحرب العالميه. عالميه؟ انا اللي حضرت روح نابليون في الحمله الفرنسيه. فرنسيه؟ انا اللي حضرت روح الاسكندر في الاسكندريه. مش اسكندريه؟ وانا اللي هحضر روح امك في باب الشعريه. ده انت بتلعب كوميديا كمان. وبضحك احيانا. يا عم بقى يا حرام عليك الواد هيموت مننا. عينيا بسم الله ما شاء الله نايم زي الملاك. لا ما تضحكش بقى عشان ما ازعلش منك. حبيبي معلش استاذنك في سؤال، روحك راحت منك فين يا حبيبي؟ بس بدون قله ادب. هو ما بيتكلمش. استاذنك اساله انا معلش، مش عايز مداخلات. انت كمان بتعمل برامج؟ بفضلك روحك راحت منك فين يا بابا؟ وربنا ما بيتكلم، هو لو كان بيتكلم ما كناش جبناك السيرك القومي هنا. طب اخلص منه ازاي؟ استاذنك تجيب لي الكرسي ده هنا؟ نعم؟ الكرسي ده ممكن تجيبه هنا؟ طيب انا هجيبه عشان خاطر فاتح. ما عشان خاطر فاتح بس ما تكترش وتطلب حاجه. حاضر. عشان مش هجيب لك حاجه تاني. حاضر. ماشي يا عم الحاج؟ ماشي. عشان انا مش متفائل بيك اصلا. ماشي؟ ماشي. انا هجيب الكرسي بس دي اخر مره. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا مش عسكري مرسل. تروحت ولا ايه؟ نعم. انا مش عسكري مرسل. معلش وانا بقول لك هات الكرسي انت قلت انا مش ايه؟ مش عسكري مرسل. بسم الله ما شاء الله انت جاي فوق عالي جدا. الله اكبر قبولك فوق رهيب ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بعيد انا يابا قلت دوت. بص اهو انا مش عسكري مراسله. يا نهار اسود ترمي الشيل دي رن ده معلش. وانا لما قلت لك هات الكرسي انت قلت انا ايه؟ مش عسكري مراسله. عازم الولد. ايه ايه خليك انت بس. ايه حاضر يا فندم. حاضر انا معايا ناس هنا زي ما قلت لك قبل كده. معلش يلا بينا بس نجيب السيد فتحي. سيد فتحي استاذنك. فتحي يلا قوم يا فتحي يلا قوم حبيبي. تعال. هو ماشي كده ليه؟ هو بيلعب باليه قاعد. استاذ فتحي روحك راحت منك فين؟ ما اعرفش. حاول يا حبيبي تفتكر. الله جاب. ما شاء الله. الله خد. الله اكبر. الله عليك يا سيدي. الله يلعنك. هو بيحب الاغاني قوي. هي كده حالته اتاخرت قوي. ليه انت كنت قايلها تيجي الساعه كام؟ وانا برضو اللي بعمل كوميديا. يا عم حرام عليك الواد هيموت مننا. حاضر بسيطه. اسمه ايه بسرعه؟ فتحي السيد علي. فتحي السيد علي.
احنا هنعمل دلوقتي سيرش عن روحه في العوالم، يمكن حد يدلنا عليه. اديني لحظه بس. فتح السيد علي. فتح السيد علي ده ثلاثي. ده ثلاثي. استاذنك فتح السيد علي ايه الرباعي؟ معلش بتفرق معايا. انت مزنوق فيها قوي الرباعي. الرباعي بتفرق معايا. اسمه فتح السيد علي زعنيفه. زعنيفه ده في الاخر؟ لا، ساعات في نص الظهر او على الجنبين حسب الكائن الزعنيفه دي. فتح السيد علي زعنيفه. جويش يا جويش، شويش يا شويش. أول مرة أشوف طبال بيكبر دوره. أنت بتعمل كده ليه؟ جويش يا جويش، شويش يا شويش، روح دور على فتح السيد علي زعنفة من الساحل الشمالي للعريش. شيش شيش إن شاء الله تعيش. روح عاصية ومتمردة رفعت عليه قضية خلع وكسبتها. يا نهار أزرق. شايف؟ طب وبعدين هنتصرف ازاي دلوقتي؟ الواد مات يعني؟ ما تقلقش. امال ايه؟ لا هنحاول. بص، زميلك دلوقتي المصطلح العلمي اللي هو عنده دلوقتي، عنده حاله اسمها الاستيكانياس. ما تستغربش، الاستيكانياس. ايوه، يعني التشخيص لمؤاخذه. التشخيص لمؤاخذه. عارف انت لما في حد قاعد معاك ويقول لك سيبني دلوقتي احسن روح في مناخيري لو عطس لا قدر الله والكلام ده، صاحبك روح سابته لبضع ساعات، اسابيع، شهور، وهترجع له تاني. لغايه ما ترجع له احنا هنحاول نتصرف له في روح. انت هتجيب له روح استيراد من الوكاله. طب ارفعه لك بقى على الكوريك. لا. طب افك لك حاجه منه يا حبيبي. لا خليه. بس اقول لك اللي اوله شرط اخره نور. اتفضل. اللي روح الاستيراد دي جبناها ركبناها طبعت هناخده. دور معانا ماشي كده مش هفيش. خلاص انا عينيا لك. الله يسترك ان شاء الله. انا مش مطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. خايف منك. الارواح اللي معايا او الروح تتفضل. عرفينا بنفسك ايتها الروح. انا زوبة شخلاني على الوحدة. انا مالي مفيش واحدة. كلنا معايا بعشرة جنيه والدفع مقدم يا ننسى عن ام خالد زوبة. ها مش هتيجي؟ لا مش هاجي. ليه؟ دي مش هتنفع معانا. ليه؟ 10 جنيه؟ دي اكيد دي عندها الايدز في حواجبها. حرام عليك يا اخي، ده احنا عايزينها بصرف مش عايزينها مشيها. ايتها الروح جير اوت. ثانك يو. يلا الروح اللي بعدها تتفضل. عرفينا بنفسك يا يوتر الروح. غسان مطر. واضح. اخطر رجال العصابات في تاريخ السينما. الله يرحمك يا استاذ غسان. انصرف، انا مؤمن.
مش هينفع معانا. ليه؟ راجل عنده شغل كتير، اوردرات كتير، اعلانات، مش هيمشي معانا. طيب ايتها الروح، ثانك يو، جيت اوت. دكتور شاهين اتفضل يا حبيبي، اعمل الصح. هحاول. الروح اللي بعدها تتفضل. اي دكتور واتساب انستغرام. ياي دكتور. نعم. انا رامي، اسمي رامي وكل البنات بيحبوني. ها ايه 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 دي كده زرواطت ومليطت وبقت قله ادب. ده لطيف جدا بالنسبه لك، بالنسبه للعيل المحروق اللي على العبايه. بقول لك عيب، منطقه شعبيه والواد ايه ده مش هينفعنا. ايه 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 كده، ايه ده، ماشي بقى. اوكي رامي، جيت اوت، ثانك يو. يا دكتور مش بمزاجي، لازم حد يشدني. اداره مسرحيه، شدوا رامي. اصبر عليا بقى كده، الشغل زي الطين. اصبر عليا بقى، انا بقول وش القفص. الروح اللي جايه دي حاجه راحه بيت اخويا. من الاخر نضيفه يعني، عيب. اخر فرصه، نيكست. عشت يا ناس، انت راجل بيسعى الناس الكويسه. مين؟ اني مش عارفني، اني توتي مني، اني مش اني. انت ليلتك سودا. لا لا انت فاهم غلط، مش الاستاذ عبد الباسط. انا سيد ابو مواس، يعني اكبر بلطجي فيك يا بطنيه. بلطجي بحته شعبيه؟ ايه لا إيه؟ ده هتبقى مجازر والحكومه هتيجي تلمنا. الله يسترك. لا مشي مشي. ايه يا اسطى انت كل سبوبه تلطعن كده يا شاهين؟ اسم الدكتور شاهين يا حيوان. ماشي، جيت اوت. وعمال تقول لي انا الديب السحلاوي وروح كليوباترا وروح هتلر، ده انت هتموت النهارده. ليه بس؟ ليه بقى؟ بقول لك ايه يا اسطى، رجع الواد زي ما كان. يا ابني افهم. ما افهم مش هفهم. احنا هنفضل طول الليل رجع الواد زي ما كان عشان ما عورقش. حاضر، انا هحاول ارجع لك، هجيب له روح شبيهه للروح بتاعته لغايه ما ربنا يفرجها وترجع روحه بالظبط. هنحاول. فتله فتحي. الحمد لله. ازيك يا فتحي؟ عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي. ايه ده؟ لا ده النقاش كان بيرفع المقاسات بس عبال ما يجيب لك بقى، هنظبطك ما تخافش. ماشي. مفيش حاجه يا فتحي. يلا يا عم انطر من هنا. انطر من هنا؟ غور يا عم بقى في داهيه. بعد كل الشغل اللي انا عملته ده. شغل؟ فلوسي معلش. ليه هو انت عملت حاجه؟ نعم. ما احنا متفقين مفيش ولا روح طبعت. لا انا اتفاق مع ام هدى. انا قلت لك تروح هتطبع هيدور هيبقى ماشي. انا اتفقت مع ام هدى ان انا اشتغلت وجبت له الروح هاخد فلوسي، ما جبتهاش هاخد فلوسي. ام هدى قالت لك كده؟ ايوه. طب قدامي يا اسطى بقى نشوف ام هدى. قدامي. قدامي. يلا يا اسطى. اتفضل يا استاذ، بالمره نشوف الدكتور اشرف هيطلع لنا الكارنيه ولا لا. يا فتله يا فتله انت رايح فين؟ يا فتلة. ايه ده؟ ايه ده؟ اتحكنا عليهم وما خرجناش من جسمه. ايه ده انتوا مين؟ يا جدعان الواحد له جتة يعيش فيها. انتوا مين؟ اعوذ بالله من الشيطان. لا 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 ما تخافش ما تخافش. انا خايف يا ابني. ارواح وداخله لك هتغني لك العنب. اتصرف اتصرف النبي، عايز ايه؟ ما تخافش احنا مش هنأذيك. امال جايين ليه؟ احنا هندلعك. هتدلعوني؟ هتدلعوني ازاي؟ سيبني نفسك خالص يا ماو، انا هعلمك كل تريكاتي. ازاي؟ لا بص، عايز تعملها؟ بص اعمل كده، خد واحد تحت باطك
تعرف تسوق؟ لا. هات الاول اهو اهي سهله يا ماو. في تريكه تانية يا ماو. بص يا ماو اهو كانك بتهوي على دره. كانك عارفها دي يا ماو؟ عارفها. في تريكات عندي كتير قوي يا ماو. انت اقول لك على حاجه، انت جود ماو. ياي جود ماو جود. بص يا ماو، انا ممكن اجيب لك كل الموزز اللي انت عايزهم. انا عايز سفناس. بص في دي، شايف دي؟ بقى دي في كده عايز سفناس. ما تتوهش، عايز سفناس. في لوزه. لوزه ايه ده؟ لوزه ده خطيبها كان ماشي بلطجي ممكن يعورنا. بص يا حلاوه، إيه انا على يحمي. ايه الصوت ده؟ عجبك؟ عندك حاجه تانية؟ بص يا حلاوه، ده طبي كامل وماله ودخان زلماني. افتح يا عم. لا يا عم، ده كان ماشي ده بلطجي ممكن يعورنا هنا. ولا عمرك بعد كده هتعمل حساب لعياته يا جد. حلو ده، ده احنا نعمل بيكو احلى مصالح. انا عندي المصالح بتتسوى. كيف كيف؟ لا طب والفلوس؟ ما تخافش يا كوتش، الاستاذ غسان مطر. انا عليا الفلوس والشهرة، هخليك اشهر نجم اعلانات حلاوة في العالم. حلو، بس المشكلة ان انتوا اربع ارواح باربع اشكال كده ممكن نتكشف. ما تخافش يا تيحة، احنا هنظهر للناس في صورتك، يعني الناس هتشوفنا انت. ما تقوص تستدعي حد فينا ممكن تقول سلم لي على البتنجان. لا دي قديمة دي يا زوبة، خليها جزر. جزر هي الجديدة. اه لا في اجدد من جزر، افتح يا سمسم، دي حاجة جامدة اخر ساعة. انت ايه مشكلتك مع الجزر؟ ناشف. انا اسف على الواد الطاري ده، هقتله. لا 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 لا، ولا جزر ولا بتنجان، انا عايز حاجة انا بحبها. منبار منبار منبار. احنا في مصمت بقى. منبار. اوكي اوكي، منبار 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 منبار. يا عليا يا صبرا الباتشينو. منبار منبار منبار. ايوه. لا انا كنت بجرب بس. ابتدي بمين؟ ابتدي بمين؟ حادي بادي كرومب زبادي، شاله وحطه كله على دي. حطه كله عليا. اه ايه ده؟ هو كده بقى. ايه ده انت؟ اشمعنى انا؟ هبتدي بيك انت. أنا بقى. لا انا بتدفى ساعه، مالكش دعوه. طيب سيد سيد تعالى، عايز في واد هنا اسمه كماشه بلطجي، عايزك تعلم عليه. بدايقك قوي. انده انت واثق من نفسك؟ ده فتح. متاكد؟ ده فتح يا خوف. كماشه يا كماشه. على فتح. كماشه كماشه. على فتح. كماشه انت هذا؟ كماشه عجلاتي اللي هتتنفخ دلوقتي. انت هادي اللي بتندى كده على سيد المعلمين كماشة؟ انا اللي بندى. ده لو سمعك هينفخك. كماشة مين السحلف اللي بيندى على كماشة من غير احترام؟ منبار منبار منبار. دار الدرب ولا الطعم ده؟ مين بقى اللي بيندى عليا؟ انا يادي اللي بقول يادي يا كماشة. يعني انت الشنب اللي فيها؟ انا الشنب. خد يا يا لهوي ياما، الفردة اللي حلتنا ريحت ياما. في ايه يا بيت؟ الحين ياما الواد ده ضرب سيد المعلمين كماش. ضربه؟ ايوه ياما، خد باكي سلام كده اهو. ده؟ ده ومن هنا ورايح الحارة دي ملهاش غير كبير واحد هو انا. حد عنده كلام تاني؟ لا يا اخويا، ده انت كبير كبير قوي كمان، وبتاخد اي حد بادي سلام، مش كده يا بنتي يا لوزة؟ ايوه كده ياما. من النهارده انت كبير الحته والله. لا انشر الخبر بنتي يا لوزة. انا راح انشر الخبر وانشر حتتين الغسيل اللي جوه. يا هدى يا مسعد، كماشة طلب يا عيال. انت مش عايز حاجه يا سي فتحي؟ لا. طب انا همشي بقى. يلا. انت هتسيب المزه تمشي يا ننوسه عن ام خالد زوبة؟ عامل ايه يعني؟ يا لهوي، ده انت مالكش غير رميه. يا رميه تعالى ما اقولكش. يا
ماو. ايه؟ انت هسيب الجيرل اللي تمشي، انت اتجننت. قل لي ايه؟ انا عايز واحدة جميلة وتكون مختلفة. دي مختلفة؟ دي متخلفة بس تنفع. طيب ايه بقى؟ يلا يا ماو استدعيني، قول بومبار. انت شايف كده؟ ايوه يا ماو. جود ماو. جود ماو. منبار منبار منبار. ايه المشكلة؟ العيطل اللي عاد على الحجارة. استنى بص. عيل لايح. اوه استني يا روحي. بجد روحك يا سي فتحي حتة واحدة؟ لا مش حتة واحدة، في ثلاثة تانيين. استنى ما اعرفك عليهم. عم غسان تعال شوف الجيرل بتاعتي، بقها شبه النيو تيرن. اه والله. بص يا عم بتلف والله. يا روميو يا غبي، هي مش شايفانا، شايفاك انت. يا سي فتحي. فيني بحبك. فيني مش روميو. روميو انا جاهز. انا شديت البنطلون، تعالى جوه. يلا انا جاهز. ماو تعالى خش. ماو لا تعالى ماو خش، سيبنا لوحدنا هجيبها لك جوه. يا ماشي يا ماو جميل. هاي مش هينفع عشان هي عامله. انت بتكلم نفسك؟ بكلم نفسي بس يا لوزنج. لوزنج انا طول الليل ما بنامش. ليه؟ الناموس. الناموس والحراره كالوا الحب. عارفه الحب؟ انا كتبت فيكي بيتين شعر، ممكن تسمعيهم؟ لا. لا هتسمعيهم؟ لا. وجهزتهم هتسمعيهم؟ ماشي. لوزينج بومبار. لا. لوزة. لا. لوزة التي احببتها من كامل وجداني. ايوه. اشعر وكاني انسان تاني. البنت لوزة حلوة موزة. لوزة لوزة. البنت جامدة تشدي جوزة. جوزة جوزة. والنعمة فاتحة فلعة جوزة. فلعة جوزة. يا ما نفسي اخد منها. ايه؟ اخد منها. ايه؟ اخد منها بوسة. البوسة دي بتاعتي انا. ماو يعني ما تبقاش تتاخر علينا لان انا استحالها بوسها، فها انجز بقى. اوكي خش يا جميل يا قمر. بحب خش ناو. جو. لوزنج سي فتحي. لوزنج لوزه. تقع تقع. اسندها اسندها والله بتقع من مارينا. اه لوزنج اي عارفه انا يا ده مال صرف ملهاش في البتاع صرف حاجات. يا عم سيب بعد اذنك بعد اذنك لو سمحت ساندة كده منك. سي لوزة. و و حولة. واو حولة. واو من زمان وانا نفسي ارتبط ببنت حولة. يعني جوايا كتر. بجد يا سي فتحي يعني انت عايز ترتبط بيها وتتجوزني؟ ايوه يا لوزنج عايز ارتبط بيكي ونكتب انا وانتي فتحي ولوزنج فيلينج. يخرب بيت كده. انا انت عندك فيسبوك؟ لا عندي بوك. سيبيني لوحدي دلوقتي لو سمحت. سيبيني لوحدي. ليه يا سي فتحي انت زعلان؟ لوزنج ممكن تخشي معايا جوه لو سمحت لوحدنا؟ ايه؟ لا عارفه لما بيبقى في ولد عايز يضحك على بنت بيقول لها ايه؟ ايه؟ بيقول لها ان النهارده عيد ميلاده وان هم عايزين يطبوا مع بعض الشماميع والتورته وبعدين يضحك عليها. اه ده بيبقى عايز حاجات وحشه. ما انا عشان كده لوزه ما رضيتش اقول لك ان انا عيد ميلادي النهارده عشان ما تفهمينيش غلط وانا قصدي غلط. بالله. بجد يا سي فتحي؟ بجد عيد ميلادي النهارده. عيد ميلادك النهارده؟ طب انا هروح بقى اجيب لك التورتانه. لا ما التورتانه جوه. طب اجيب الشمع عشان نهفها. انا هفهف جوه. طب انت امي عشان نسيبها. امي جوه. لوزنج هو انت هتيجي معايا عشان بتحبيني ولا عشان صعبت عليك؟ لا بصراحه يا سي فتحي هاجي معاك عشان اكل التورتانه. قول بومبار وتعالى كمل. انا مش قادر. مش قادر والله. لوزنج لوزنج هتيجي معايا عشان انا صعبت عليكي ولازم تصالحيني. طب استنى طب يا سي فتحي طب اقول لك على حاجه. طب استنى يا روميو. روميو انا معاك. روميو انا معاك جوه. يا روميو انا معاك. انا معاك كيم. لا
لا انا عايز اخش، انا معاك يا روميو، انا معاك. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، اللي انا بعمله جوه ده ايه ده؟ انا هصلي ركعتين لله عشان استغفر ربنا يا روميو. اه يا اما تعبت قوي عبل ما توهته. اه يا اما دي السجارة شغالة من امبارح نار. خيالها 3D. احبس بقى بشوية شاي. نعلم معلقة حلاوة. خيالها جحيم. الله، المكنة بتاعت أستاذ محمد صبح في تخاريف. ننسى عن أم خالد زوبة، مش هتيجي؟ أنا نفسي أجي. فتلة مش هتيجي. فتلة مش هيلعب، هيستحمى وينام. أخبار حنان كلينكس إيه؟ إيه ده؟ دي كانت نازله وعدت. يا بتاع العبايات يا شقي. طبعا انت مش فاكرها. لا والله اول مره يحصل الخيال العنيف ده. عسكري براسنا. لا دي مش خيال السجاره، دول عفاريت. الله ينتقم منك يا شاهين. لبستنا السطح يا فتحي. استغفر الله يا فتحي. استغفر الله. الحقني. ايه الحقني في عفاريت؟ لا ما تخافش، دول عمالين يعملوا لي اصحابي. اصحابي ما تخافش. اصحابك ايه؟ بقول لك عفاريت في السطح شاهين جابهم. يا عم ما تخافش، انزل انت دلوقتي. ما تخافش، روح انت. اصحابي دول. طب ازحلقني ليه؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. في ايه في الاوضه جوه؟ لا مفيش حاجه. ما انت جايب حواوشي جوه سندوتشات كبده؟ لا 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 انت فاهم غلط. لا ما انت في زحلقه بتزحلقني فيها فتحي. يا عم مش جايب حاجه، مش بزحلقه. امال ايه؟ في ايه جوه؟ مفيش حاجه. اديني قاعد اهو. اقعد اهو. قاعد اهو. اغتصبها. ما المؤثر ده بتاع الاغتصاب. ايه ده؟ ليه كده يا سي فتحي؟ ده انا ضحيت بكل حاجه عشان ارضيك. ليه كده؟ وربنا تستاهلي بالاداء ده. احنا نعمل كده؟ لا لا. ليه؟ مش انا والله، انت فاهم. امال الحيطه؟ ده روميو هو اللي خدها. روميو انت بقيت روميو دلوقتي. وايه ده؟ حرام عليك يا سي فتحي، امال خيالك؟ حرام عليك. سي فتحي. ايه؟ اجي لك تاني امتى؟ انا هبقى جيلك. حرام عليك. انا مش هعمل كده تاني. حرام عليك. ومتعليك عيشتك، ايه اللي انت عملته معاها جوه ده؟ انت بتكلم الكنبه دلوقتي حاليا؟ يا عم انت مش شايف ده روميو؟ يا عم روميو. الله يخرب بيت روميو، انت ايه؟ البت ليه كده؟ احنا ده انت طلعت عليا تعب السنين كلها. ليه تعب؟ ايه الصوت ده؟ انت بتضحك كده ليه؟ مساء الخير، سنرسل قشطه يا سي فتحي. ايه العربيه النقل البرتقالي دي؟ هي وصلت لكده؟ طب عشان احنا اصحاب انا هسيبك ترمي النقله دي. ايه؟ وهخش الحمام. الله ينتقم منك. لا انت تعمل كده؟ حرام عليك يا اخي. انت فاهم يا راجل بقى؟ مش انا يا عم، مش انا ده روميو. انت مين يا ست انت وعايزه انت كمان؟ انا سمعت ان انت اشتغلت فقلت اجي لك. بس انا عارف انت عايزه ايه. ايه؟ روحوا هناك، طلبك عندي. اه طلبك عندي روميو. ايه الطلبات عليك كده؟ قوم. انا مش قادر. في نقله تقيله. والله ما قادر. قوم والله ما. اوه
ماو خش ناو. ماشي خش انت ناو. وندرفول فوتبول. بيبي عارفة لما في واحد بيحب يضحك على واحدة بيقول لها ايه؟ بيقول لها ام وابويا ماتوا امبارح وانا عندي برد وعايز حد يعمل لي شوربة. لا ده لما يكون عايز يلم تبرعات بيقول لها كده. لما يكون عايز يضحك عليها بيقول لها ان النهارده عيد ميلادي ويلا نطفي الشمع والتورته جوه. انت جيتي قبل كده ولا ايه؟ ايوه انت هتيجي معايا عشان بتحبيني ولا عشان صعبت عليكي؟ انا شكلي صعبت عليكي. مسكتك يا ولد الرافه دي. ايه ده؟ انا مستغرب. مستغرب من ايه؟ ازاي في واحده عندها شنب؟ اذا كانت ام عندها دوجلاس. ابيض. انا انت مين؟ انا مين؟ باجي اسيب لك مرت يا فتحي واقول لك خلي بالك مني ارجع الاقيها انحرفت وشغاله في الكباريهات. انا مستغرب. مستغرب من ايه اذا كانت امك عندها دوجلاس؟ انا مش هسيبك. انا هقتلك واسرح بدمك. ممكن اقول كلمه واحده؟ هتقول ايه؟ هيلب هيلب. بومبات بومبات. شوف تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. مش قد اكشن ما تاكشنهاش. دردان غطيني. ايه الدوشه دي؟ انت ايه في ايه؟ البقيه في حياتك. البقيه في حياتي في مين؟ مين؟ سلامه. انتوا قتلتوا سلامه ده صاحبي ده طيب. سلامه قوم يا سلامه. سلامه سلامه يا حته مني يا كل حاجه حلوه ليا كده كده يا صاحبي تمشي وتسيبني. يا استاذه شيرين سيبني اكمل طريقي يا اخي. ايه اول مره تشوف جثه؟ سلامه قوم يا سلامه. سلامه انت فين يالا؟ انا هنا. يا هنا بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده شايف كل حاجه فوق هنا؟ انزل يا برد. وضحكت عليك ضحكت عليك. روح يلا فتش يالا لو مفتش جه هينفخ له ضرب. لا يا عم انا مش هفتش يا عم انا جاي العب. روح فتش انت. يا تحللها يالا. انت حيوان يا اللي جوه. ايه ده؟ ايوه حيوان يا اللي بره. حيوان انا المفتش يا بجم. يا لهوي خد. لا استنى انا معايا دقايق هنا. يا باشا يا باشا هو كل واحد شرحين يتصل يزاولنا نركب لكم يعني زر رقم في الوكي توكي؟ فكره جديده للداخليه. الله يخرب بيوتكم هتجننوني. هتجننوني بقى هو. تمام يا فندم. امنت المكان؟ اعتبره متامن يا فندم. يعني اجي؟ يجي؟ لا ثواني اغطي شعري معلش. اتفضل يا فندم. انا جاي. يا فندم مش انت قلت كله يرفع ايده لفوق؟ انتوا شغالين معايا انتوا اخبي هتجننوني. هاتوا دول هاتي وانت هاتي واقف عندي انا بالخطوه السريعه. حيوان بعدين بقى خش انت خش فتش جوه. لا يا عم انا ما فتشش في حاجه الناس يا عم. امال انت ما تلعبش في حاجه الناس؟ انت شغال مع امك ولا شغال معايا انا؟ لا يا عم انا شغال مع امي. عايزه تقول عليا نوتي؟ نوتي الواد ده ما اشتغلش معايا. بكره يتنقل شرطه مدرسيه. مش هيروح في حته هيشتغل معانا. لا مش هيشتغل معايا بقى. ولا متعصبوش يا احد. خش انت فتش جوه. طب ما كفايه نفتش هنا عشان جوه ضلمه بس. هو ضلمه؟ حرام عليكوا. انا عايز رجاله. انزل اجيب من على القهوه. يهدوا حيطه ولا يهدوا حمام؟ لا هنركب سيراميك ونعمل قاعده داير ما يدور. ده انتوا هتجننوني. في ايه؟ خش فتش جوه بسرعه. عايز المكان كله يتفتش. ما تسيبوش حتى ما تفتشوش فيها. كل حتى تفتشوا فيها سامعين؟ انا عايز المكان كله يتمسح. طبحنا الصبح الهند لله. الله ينور يا رجال. ارفع المشهد يا فندم. عناية سي. شكرا. فضل. ايوه الله ينور عليكم. ها طمنوني
المواعين غسلناه، والهدوم نشرناه، والبصمات مسحناه. شغلي على نضيف، طريقة شغلي. تعالوا اقعدوا طمنوني بقى. ها وانت بتدور جوه لقيت حاجة مهمة؟ لقيت أهم حاجة يا فندم. إيه؟ سكين عليها دم. حلو، هي فين؟ غسلتها وحطيتها في المطبقية. الواد الذكاء بيفوت من عينيه. طب انت ركزوا بقى، انتوا في شغل البيت وسيبوا لي انا المهمه. تمام، خد الزعافه دي نظف بيها. امشي. يلا استاذ فتحي. ايوه يا فندم. استاذ فتحي صح؟ ايوه استاذ فتحي، هسالك شويه اسئله جاوبني بمنتهى الصراحه. اتفضل يا فندم. اوعى تراوغ. تحت امرك يا فندم. سين جيم. لا انا اللي بقول. انا اللي هدي. يا بابا يا فندم يا عم. هدي يا عم حرام بقى. انزل. استاذ فتحي اسمك ايه؟ فتحي. عندك كام سنة؟ 30 سنة. سؤال في منتهى البراعة تجاوبني عليه بمنتهى الصراحة. حاضر يا فندم. أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. ألف مبروك بجد بجد، ألف مبروك عليكم الدوري. الزمالك يستحقوا السنة دي صراحة، لعب لعبة 10 على 10. بس أنا زعلان. ليه؟ يعني يرضيك كده جمهور الأهلي والزمالك يشتموا في بعض؟ لا. التعصب اللي في الكورة اللي وصلنا له ده يرضيك؟ لا. طب وده كله ليه؟ ليه؟ ليه يعني؟ ليه؟ هو الأهلي والزمالك إيه؟ قلب واحد، وطن واحد، 6-1 غير اللي في عبد الواحد. حلو يا فندم، حلو يا فندم. أهلي 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 أهلي. إهدى. لا 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 لا، مش عايزك تتضايق، انت راجل مؤمن والمؤمن لازم يكون زكريا. يلا 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 نفرح هنا. يلا نفرح هنا. اهلي اهلي. انت متعصب قوي على فكره. انتوا عاملين ايه؟ واقفين على الكوره. حلو حلو. نفرح هنا. لا تعالوا نفرح هنا. اهلي اهلي. خلاص خلاص الدوري خلص. خلاص ده شكل من انواع التعصب اللي احنا مش عايزينه في مصر. امال ايه؟ لا الزمالك السنه دي لعب لعبه 10 على 10 ويستحق الدوري. انا اهنيك، الف مبروك للزمالك بجد. سنظل اوفياء. نعم. يلا يا اولاد. ايه ده؟ انا ساكت من الصبح ومستحمل. زمالك يا عمري، زمالك يا عمري. نهدى. ها استاذ فتحي. ايه؟ قول لي ايه الموضوع بالظبط؟ زي ما انت شايف يا فندم، قتيل. اه يعني ده قتيل؟ اه. انتوا بتعملوا ايه؟ بنتصور سيلفي يا فندم. من غير يا حيوان. ايه ده؟ نزلها بقى على الانستجرام. ماشي. واكتب عليها انستا مهمة. ماشي. تعالوا 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 نكشف على الجثة دي. يلا بسرعة. ايه ده؟ هو ماله عامل كده ليه؟ هو كان بيولد؟ فندي هو ميت طبيعي؟ لا ده ميت قيصري. الحق يا فندم. إيه؟ ده في طل. في ايه؟ طل. مش ولادة، ما هو لازم يكون في طل. ده انتوا عساكر نسا وتوليد، ده انتوا هتجننوني. في ايه؟ استاذ فتحي. ايوه. ممكن نصور الجريمه؟ اتفضل يا فندم. بعد اذنك. اللي قطعت لي واخدمها كلها طبيعيه، والاكتر انا وانت وهي، انا وانت وهي وهي. خلي خلي بالك. هتستعمل؟ استاذ فتحي. ايه؟ الجريمة دي اتصورت، لو حضرتك حابب نزيع نزيع، ايه رأيك؟ زيع يا فندم، خلي الناس تتبسط. وانا هتبسط منك اكتر لو اعترفت لي ان انت اللي قتلته وتيجي معايا الاسم من سكات. اجي معاك الاسم؟ اه ده احنا عندنا في الاسم حاجات حلوة قوي يا ولاد. قولوا له عندنا في الاسم ايه؟ في بلالين، وفي نفخ، وفي شخاليل، وفي تقليم اظافر، وهشتكة، وفي تكييف، والكهرباء والمية علينا. ماشي، انا ممكن اجي معاكم الاسم،
بس انا جعان وعايز اكل. عينيا تحب تاكل ايه؟ منبار منبار منبار. ويخشوا معبين فلوس كده؟ اه وربنا. وجايبين كام النهارده؟ جايبين ست شوله، كل شوال فيه مليون. مليون جنيه؟ مليون دولار. كل شوال فيه مليون دولار؟ يعني ستة شوالة ده بالمصري يعملوا 600,000 جنيه. ايه ده؟ انا اسف بس في كلمة، هو انت خريج ايه؟ تجارة. اه فهمت. انت شكلك خريج نجارة. يا ابهوات انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ مش جبتوا الفلوس؟ اتكلوا على الله. روح اعمل لنا كوبايتين شاي خلينا نصطبح. يلا ماشي اروح، بس اتكلم باسلوب احسن من كده. يلا ادي التجار من هنا. بص يا عم انت وهو ضحكت عليك وجيت من باب الوراني. ادخل يلا ادخل. مش انا اجريت والله العظيم ومسعب. مش انا. انت يا ابني خايف مني؟ لا مش خايف يا عم ومسعب، انا اصلا ما ينفعش اصلا اموت. ما ينفعش اموت ومسعب دلوقتي. يا ابني ومسعب مش دلوقتي اموت. يا ابني انت. يعني اصبر شويه ومسعب ما ينفع ومسعب. انا مش مسعب. يا ابني انت بتاع الامن. انا مسعب عادي ومسعب. ومسعب انا انسان عادي ومسعب. يا ابني انت بتاع الامن. انت بتاع الامن يعني انت الوحيد اللي تقف قدامي. لا ومسعب المفروض ما بقاش بتاع امن ومسعب. ومصعب لا ومصعب مش انا ومصعب. انت خريج ايه؟ خريج جامعه القاهره عادي ومصعب. انت عندي مجنون. لا لا ومصعب ما تقتلني. ومصعب ما تقتلني. ومصعب لا ومصعب لا ومصعب لا ومصعب لا ومصعب لا ومصعب لا. انت يا ابني خايف من مسدس؟ لا مش خايف من مسدس. امال خايف من ايه؟ خايف من شكلك انت والله. انت شكلك مرعب قوي والله. انا والله يا عم والله. لا ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده جن. ده جن. ده جن ده. انت عايز رقم سعيد. انا هقتلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاكل رجلك. لا 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 قول بعد الشر. قول بعد الشر. بعد الشر ايه؟ قول بعد الشر. لا قول بعد الشر. ايه ده ومصعب؟ لا ومصعب. هاكل ايدك. لا لا ومصعب. لا ومصعب. لا ومصعب. ايه ده؟ ايه الحرامي ده؟ ايه الحرامي ده؟ انت غريب قوي يا اقعد على جنب هنا. ما تمشيش. اسحب 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 والمصحف. اسحب بسرعه. هاكل رجلك. لا لا بعد الشهر. قول بعد الشهر. قول بعد. رش والمصحف. اسحب رش. اسحب والمصحف. روح هناك اهو. المصحف بس روح هناك اهو. المصحف اهو. اهو المصحف اهو. خد خد تعال. ايه مش انت اللي جيت سالت على الدولارات والفلوس؟ ايوه انا كنت متنكر. طب وشغال حرامي ليه؟ شكلك ابن ناس والله. والله العظيم انا اتعذبت. انا حياتي كلها مأساويات. طب ايوه انا اعمل لك ايه بحياتك؟ انا احكي لك ليه بقيت حرامي. يا عم تحكي لي. انت جاي تسرق ولا جاي تحكي لي؟ يا عم انا عايز احكي لك. وانا مش عايز اسمع. وربنا لو ما حكيت لك لا تقلك. لا 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 سمعني سمعني. انا احكي لك. بابا بتعمل ايه يا كلب؟ انا عايز ابقى دانسر. ايه؟ عايز ابقى دانسر. دانسر؟ عايز تبقى عربيه يا كلب؟ يا بابا مش عربيه، عايز ابقى راقص. راقص؟ اتعلم ازاي تبقى حرامي زي انا وبقيت عيلتي يا حيوان. ازاي يعني؟ هنادي لك امك دلوقتي. تسرق منها 10 جنيه وتجيبها لي. طب ونسرق ليه؟ ما نقول لماما احنا عايزين فلوس هتديها لنا. بقول لك تبقى حرامي يعني تسرق. طيب ماشي انتهى. يعتمد يعتمد. يا
كنت فين يا اعتماد؟ كنت بحلق دقني يا حاج. وحلقتي دقني كلها وسايبه الحته دي ليه يا اعتماد؟ مشي حالك يا حاج. بابا ازيك يا بابا عامله ايه؟ ليه؟ ما اعرفش هو كده. يوه بقول لك ايه؟ زولها وانا اسرق منها الفلوس. وحشاني يا اعتماد. وحشني يا حاج. البنطلون يا حمار. فين الفلوس؟ ايدك تقيله. انت مش هتتعلم تبقى حرامي غير بالضرب. ايوه. طب والله العظيم انت بتربوني غلط، انا هقتلكوا. لا بس ايه؟ ابو العيال يا تيمين. تعالي مكاني عشان انا تعبت. يا تيمين ابو العيال تعال مكاني شويه بدرس. انا من غنيام بلي من يابا. برضو مش هموت. انت بقى هقتلك. تعالي سيب يا عبدالمال. يا ابو استعمل هتحفظ. ايوه صح. تعالي ما تموتنيش. لازم تموتي. مش عايز اموت. انت ممكن تكوني امي. انا امك يا حبيبي. تعالي فوق فوق فوق. وهي دي حكايتي يا عم. كنت هتموتني انت. ايه ابوك وامك دولت ولا سرحان ونفيس؟ الاعتماد ما لازم تطلع شبه المعزه. ابوك ما يعتمد. ايه ده؟ ابعد عن انت. تعال انت هنا. هات الفلوس اللي في البنك. اه يا عم روح. والمزعب خلاص. والمزعب لا لا لا. والمزعب حاضر حاضر. والمزعب كلاوي. والمزعب اغم الكلاب. والمزعب لا لا. ايش امشي هنا؟ ايه المزعب ده؟ هات يا واد. الشقه دي فيها ايه؟ فيها فلوس فيها دولارات. طب هات هات شوال واحد. انا هديك. انا هديك والمصحف. اسكت. انا هديك. هقتلك. هديك والله. هتهديني ازاي؟ هغني لك والله اغنيه. والله هديك. هتعرف تغني لي اغنيه اللي بحبها؟ اغنيه لايقه عليك قوي. طب غني ايه؟ ده اغنيه لايقه عليك قوي. يا ما نفسي اعيش نس ناس موزو على قده كل اللي ناساني من موزو يتغدوا يتشقلب يضحك خلق الله يتشقلب يشقلب كله معاه نس ناس جواك وجوايا نس ناس نفوزة نغابة نس ناس جواك وجوايا نس ناس نفوزة نغابة نس ناس جواك وجوايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت تشتغلوني يا راه. يا لهوي انا مركز. يا مصعب خلاص. هات يا واد الشغال شوال واحد من الحاجات دي. ما بيهداش والمصعب ما بيهدى خالص. انت بتقول له نسناس هيك نرفز اكتر. ما هو نسناس ده ما شكله نسناس. انت يلا خلاص قول مصعب امشي. هات شوال واحد من الشغاله دي. امشي قول مصعب. حاضر اودي فين حضرتك؟ وديه على الموتوسيكل بتاعي بره. حاضر ماشي. تعال خابي ياض. انت عامل الغاغه دي كلها عشان شوال واحد؟ يا عم انا حرامي قنوع ما بحبش الطمع. وبعدين هو شوال شويه. ما هو في مليون دولار. ايه مليون دولار؟ آه مليون زرار. احنا محل رفه هنا. انت كداب. ده بنك يعني في مليون دولار. سلام انا هبقى اغنى واحد. خلاص خلاص امشي يا عم. خلاص امشي. ايه ده؟ اسكت. قوم يا بيه. قوم يا اخويا. يروحنا في 60,000 داهيه بزببك يا زغلول. بس يا اثبت يا انت وهو يا انت كنت فرخة في الارض. اقعد يا انا شبح يا دي انت وهو يا انا ايه يا انا قليل يا انت شبح. ده انا مولعة يا مولعة. ايه ده انت كنت كلب. لا مش انا دلوقتي. مش انا يا حبيبي. امال مين اللي كان؟ مش انا يا دي. مش انت يا دي. انت مش كنت تحت والمش عامل انت عملت تعمل كده. مش انا يا حبيبي. امال مين انت؟ انت بتقول ايه يا دي انت؟ والمصعب ما تموتني. والمصعب والله هقتلك. والمصعب مش انا. اوعى تقول اي حاجه. انا مراقب البنك كله. ماشي والمصعب ماشي. سلام. ماشي يا عم ماشي. في ايه انت هو يا؟ انت هتعمل راجل علينا احنا بس؟ في ايه يا؟ ما انت كنت كلب دلوقتي. لا مش انا يا ابني. مش انت. انت مش من سنك. يا عم مش انا.
يا ابن انت والله. لا والله عظيم ما انا. هو شكلك. لا يا حبيبي لا ماليش دعوه مش انا. يا ابني مش في حرامي داخل على الباب اللي انت واقف عليه؟ لا مش انا. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا نبلغ البوليس. وهنقول للبوليس ايه ان شاء الله؟ هنقول له اللي حصل يا عم بسيطه جدا، دخل حرامي وثبت زغلول. لا يا حبيبي مش انا. لا يا حبيبي ما شو مش انا ما تقولش كده لا. زغلول. لا يا عم مش هنروح في داهيه. لا يا عم مش لا. اسمع مني. هنروح في داهيه وربنا، انت اهم واحد في الحكايه دي. تمام هنبلغ البوليس نقول له ايه؟ تمام هنقول له ان انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام؟ دخل حرامي عليك ثبتك وخد شويه الفلوس وهرب. بقول له انت بقى ما دام حافظها انت كده. انت عارفها احسن مني. هو يجي يقول له انت بقى كده. هو مين اللي يجي يا ابني؟ هو البوليس. لا اسمع مني احفظها انت عشان انت بتاع الامن. افهم مني. تمام هتقول له ايه؟ قول. قول ورايا. اقول. انا كنت قاعد عند الباب الوراني. انت كنت قاعد عند الباب الوراني. انا بقى كنت قاعد فين؟ انت اللي لسه قايل. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. يا حبيبي. تمام؟ يا حبيبي. انت كنت قاعد فين؟ يا حبيبي. لا يا حبيبي لا يا حبيبي. لا يا حبيبي لا. طب انت معترض على انا؟ مفيش في كلامي حاجه تعترض عليها. انت يا حبيبي انت او بتقول انت مش بتقول انا يا حبيبي. قول يا حبيبي قول. مالكش دعوه بيا. ايوه يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. انت كنت قاعد فين؟ يا حبيبي. مالكش دعوه بيا. ماليش يا حبيبي دعوه بحد يا حبيبي. تمام. انا كنت قاعد في كافيه. ايوه عشان كده البنك اتسرق. عشان كده اتسرق يا حبيبي. عشان ساب البنك وقعد في كافيه يا حبيبي. مش مهتم بالبنك يا بابا. ايوه يا حبيبي قول يا حبيبي. بقول لك ايه ركز معايا. قول يا حبيبي. قول انا كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. انا كنت قاعد عند الباب الوراني للبنك. تمام. دخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. عامله نفسي نايمه. دخل حرامي. عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. ايوه دخل حرامي. عامله نفسي نايمه. بقول لك انت هتعمل لنا عبيط. ده انا متخلف عقليا. ما ضايقناش. ايوه اسمع الكلام. ايوه قول. تمام. ايوه حبيبي. دخل الحرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. ودخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. انا هفهمك. ايوه بص يا زميل. بص يا صاحبي ركز معايا. ايوه يا حبيبي. طالما انت بتحب الحاجات دي يا شبح. ايوه يا حبيبي. ماشي يا زميلي. قول يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. دخل الحرامي. تمام. ثبتك. لا مش انا. لا مش انا يا حبيبي. ما تلفش الكلام يا حبيبي وتوصل للي انت عايزه يا حبيبي. مش انا يا بابا. اوعى يا. لا يا حبيبي لا. لا انا لما اقف في حته محدش يعرف يعدي منها لا. قول يا حبيبي كمل. ماشي ماشي ماشي. قول يا حبيبي. ده انت بني ادم مش قبل كده. لا كمل يا حبيبي اديك شفته. كمل يا حبيبي اديك شفته يا بابا. ركز معايا. مركز. ما تبقاش بني ادم براس كلبك. معلش افهم الكلام.